يعني ده يا راجل في مباريات في دوري المظالمين بيديروا حكام دوليين كابتن هاني، وانت اضرب الموضوع ده. ما فيش شك ان يعني ملف التحكيم برضه في مصر مازال برضه عليه بعض علامات الاستفهام الكبيره جدا. كابتن سيد ألمح النهارده لعدد حكام الدوليين، هو سؤال بسيط جدا الكابتن سيد قاله ان طب قول لي كم عدد من الحكام الدوليين حكموا للنادي الاهلي؟ 7 مباريات حكمين بس دوليين. خلينا نتكلم بكل امانه، احنا يعني هنا في قناه النادي الاهلي ما بنشككش في الحكام، لكن بيكون في علامات استفهام على بعض النقاط، ابرزها طبعا النقطه اللي اتكلم فيها الكابتن سعد عبد الحفيظ انك النادي الاهلي لازم يكون حكم دولي على قدر المباراه وعلى قدر قيمه النادي الاهلي، لازم يكون في حكم دولي، والحكم ما بين الحكم الدولي وحكم لسه اللي لسه ما خدش الشهاده الدوليه بيكون فيها خبرات كبيره جدا، يعني بعيدا عن الفار. طب هل البروتوكول بيسمح انك بعد ما حسبت هدف بترجع للفار ولا كل ده هنتكلم، والهدف صح ولا مش صح فيه؟ يعني انا في رايي الشخصي لو هذا الهدف في اي دوري اوروبي على الدوري الانجليزي الدوري الالماني الهدف صحيح 100% من وجهه نظري، يعني انا لعبت كوره وعارف ان الاحتكاك دوت احتكاك طبيعي جدا جدا، انت بتلعب كره القدم يعني بتلعب كوره، ويمكن المدافع كمان ما كانش فيه فرصه ان هو حتى رجليه على الارض، يعني ما فيش هما الاثنين مش طالعين وايمن سند بيدراعه، لا ده ايمن سبق وطبيعي يعني الشكل التشريحي وهو بيلعب الكره لازم هيلعبها بالشكل ده. فانا بقول ان لو هذا الهدف في اي دوري في الدوريات الاوروبا هدف 100%. نخرج من الهدف ونقول ان كمان الحكام على مستوى مباريات النادي الاهلي لازم لجنه الحكام تعين حكم دولي، يعني انت فعلا زي ما انت بتقول يا سام بيكون في حكم دولي في الممتاز به. طب مباراه النادي الاهلي يعني احنا شايفين اللقطه قدامنا طبيعي جدا، صدقوني الناس اللي بتتفرج على الدوريات الاوروبيه لو شافت هذا المنظر ده هدف صحيح 100%، ومحدش كمان ولا اللاعيبه هتعترض ولا الحكم كمان هيبص للفار ولا الفار هينده له، لان يعني خلينا نتكلم ان كره القدم هي نوع من انواع اللعبات اللي فيها احتكاك، ويفرق احتكاك بقوة زايدة أو في احتكاك مباشر، دي كرة القدم اللي اتعلمناها. بعيد عن كل دوت تاني احترامنا للتحكيم ما فيش شك، النادي الأهلي النهاردة خسر نقطتين، مش هنقول بسبب أن الجون ده اتلغى أو لا، ده كل ده على جنب احنا بس بنشرح لحضراتكم، لكن يبقى أن عندنا بعض السلبيات، عندنا بعض يعني اللخبطه في التشكيل خاصه في بدايه المباراه عن طريق موسيماني، ده كمان خلي بالكم المدرب كمان بيذاكر المباريات ديت وبيعرف بعض الاخطاء، عندنا يمكن في التغييرات برده ما كانش موفق قوي بشكل كبير، هنتكلم مع كل دوت مع ضيوفنا